مشاهدين في حلقة جديدة من نجم الأسبوع رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيوف حلقتنا لليوم وهو المهندس شينوتي والمهندس طارق. أهلا وسهلا فيكم، شرفتم بداية خلينا نتكلم مع المهندس طارق. خبرنا كيف كانت بداية حياتك المهنية في دولة الإمارات. أنا حياتي المهنية ابتدت في دولة الإمارات في مجال تاني خالص بعيد عن السيارات والجراجات وكده، بس أنا عندي حب للسيارات من صغري يعني. يعني بحب التيونينج والبينتينج والحاجات اللي هي متعلقة بالسيارات أكتر من الأكسسوريز والكلام ده. أنا جيت هنا في دولة الإمارات من حوالي 5 سنين، ابتديت في عملي في مجال السياحة، لاني انا يعني جزء من دراستي درست هندسه، وبعد الهندسه درست هوتل مانجمنت في سويسرا. ابتديت هنا من 5 سنين، اشتغلت في فندق، ومن فندق نقلت اشتغلت في عده مجالات. ومن هنا شنوتي صديقي، احنا متربيين في نفس المدينه في مصر، كلمني قال لي انا جاي الامارات زياره، فجهز نفسك يعني عاوزين نتقابل. قلت له مفيش مشاكل تنور. فلما جه كلمني وتقابلنا، قال لي انا عايز افتح جراج هنا في الامارات. في نفس الفتره دي في حياتي انا كنت برضو بحاول ادور على حاجه ابتدي بيها بنفسي، يعني بزنس صغير، اي حاجه صغيره، بحيث ان انا يعني اعتمد شويه على نفسي، ما اكونش معتمد بس على شغلي في الشركه. فقلت له فكره حلوه، وانا ما كنتش اعرف هو لسه يعني عاوز يعمل الموضوع لوحده ولا بيدور على شراكه او كده. فقال لي لو انت حابب كمان تدخل معايا، انا احب ان انت تبقى معايا. فالميزه في بدايه الموضوع ان انا كان بقى لي فتره في البلد، يعني الى حد ما اعرف السيستم بتاعها، عندي خبره في البلد، لسه طبعا مش بروفيشنال، وبالذات كمان في مجال السيارات ما كنتش يعني افهم فيه قوي هنا في الامارات. بس الفكرة المجال ده محتاج حد يكون عنده خبرة تكنيكال اكسبيرينس اكتر، فهو هينفع في اي مكان، فهو ده الاسيت. فكان هو شنوتي اللي بيقدم الحاجة دي. الفكرة كلها ان احنا كنا ندور على مكان وندور على الايكويبمنت اللي نبتدي بيها، وهنا دي كانت الفترة الصعبة اللي احنا كنا بنتعلم فيها، لان احنا اول مرة نعمل حاجه زي دي في بلد غير بلدنا مصر، لان هو جاي من مصر ومتعود على السيستم هناك ويعرف يتعامل. بس قعدنا حوالي شهر ونص بندور على اماكن، شفنا في الشارقه، وشفنا في القصيص، وشفنا في راس الخور، وشفنا في ام الرمول، شفنا في اماكن كتير. اكتر مكان مناسب لقيناه كان القوز، لان هو في قلب دبي، ونوعيه العميل اللي احنا عاوزين نتعامل معاه العميل اللي بيجي منطقه القوز في دبي. بس فلقينا المكان هنا بعد عناء شوية، وكانت الصدمة برضو لينا ان المكان كان زي ما بيقولوا هنا شلنكور، ما فيهوش اي حاجة، يعني ما فيهوش اي تجهيزات، الارضية بس اسمنت، الحيطان مش مدهونة، ما فيش توصيلات كهرباء، ما فيش اي حاجة. ابتدينا فعلا من الصفر. طيب هاي كانت بالنسبة لبداية السيطرة. بالنسبة للمهندس شنوتي، خبرنا أكثر عن بدايتك. أنا جيت هنا كنتش أعرف حاجة، أنا كنت أول مرة أنزل دبي، طبعاً كان بالنسبة لي الأسماء والشوارع كلها أنا مش فاهم حاجة خالص. أنت كنت قبل في مصر في هذا المجال؟ عندي جراج برضو في القاهرة، نفس المجال، من حوالي 7 سنين قبل ما نفتح، وما زال موجود يعني. وبعد كده انا قررت افتح حاجه بره مصر، كنت عايز اطلع على اوروبا، بس الفلوس معايا كانتش كافيه، وكان من البلاد المرشحه ان هي من البلاد اللي هي قويه في عالم السيارات هي الامارات او دبي بالتحديد. فجيت على قلب النابض يعني البيزنس يعتبر. فجيت وابتدينا. طبعا احنا في حاجات طبعا احنا مش عارفينها، لان انا مش عايش هنا، وطارق عايش، بس هو طارق في المجال وفي والروتين بتاع فتح البيزنس برضو كان متعب بالنسبه لنا، فاخذنا وقت كبير عقبال ما فهمنا، وتعبنا جامد يعني عقبال ما فتحنا.
وربنا اراده فتحنا وخلاص. تمام. احنا من ساعة ما ابتدينا هنا يعني ابتدينا في حاجات معينة لان التولز اللي كانت عندنا مش يعني ما ابتديناش بكل حاجة، فكنا اكتر متخصصين في الميكانيكا، في الكهرباء، في الحاجات اللي في تحت الشاسيه اللي هي العفشة. ومع الوقت اتطورنا، بس للعلم احنا من ساعة ما فتحنا لغاية دلوقتي كل درهم بنكسبه بنحطه تاني في المكان وبنكبر فيه، سواء بنشتري يعني معدات، أجهزة، الحاجات اللي هي تطور من عملنا وتطور من كفاءة المكان برضو، بحيث ان احنا يكون عندنا ادفانتج غير الناس اللي حوالينا، لان احنا برضو بقالنا سنة وكل الناس اللي حوالينا فاتحين مش اقل من 10-15 سنة، فلازم نوصل للمستوى ده بأسرع وقت طبعا. بس طيب نرجع شوي لسيد شينوتي، خلينا نتكلم اكثر عن خدمات تبع جاراج وركس. احنا شغالين في الميكانيكا ويعني الانجن، الجير بوكس، السسبنشن، الحاجات اللي هي الاساسيات بتاعت العربيه، وشغالين في الاي سي، مشاكل الاي سي لان الحراره هنا عاليه جدا، فمشاكل الاي سي كتيره. تقريبا معظم الحاجات اللي هي اساسيه للعربيه احنا بنعملها. بتستعملوا الاكسسوارز وكده؟ الاكسسوارز مش كل الاكسسوارز بنعملها، بنعمل بعض الحاجات فيها زي الرابنج، الديتيلينج، الدينتنج، السمارت دينت، الحاجات اللي هو قال عليها دي الاكسسوارز الخارجيه بتاعت العربيه دي مش كلها بنعملها، بس بنحاول يعني في فتره قريبه هنكون كله موجود يعني. هاي من ضمن رؤيتكم المستقبليه يعني. ان شاء الله. طيب سيد شينوتي، انت بتشرف بنفسك على الشغل ولا؟ طيب رؤيتكم المستقبليه بالنسبه انك تكلمت الحين انه عندكم خطط مستقبليه، خبرنا سيد طارق على رؤيتكم المستقبليه. احنا يعني رؤيتنا يعني لازم احنا الاثنين نتفق عليها لان احنا شركاء طبعا. فاحنا طبعا متفقين عليها، احنا عايزين نوسع. الهدف من هنا ان احنا يعني احنا عندنا مكان في مصر ودلوقتي هنا في الامارات، هدفنا ان احنا ناخد مكان اكبر، بس عاوزين نفضل في المكان ده اطول مده ممكنه، بحيث ان احنا نكون طورنا فعلا من كفاءتنا احنا اللي هي التقنيه اكتر، وبعد كده عاوزين ناخد مكان اكبر، ويستحسن كمان يكون عندنا فرع تاني، واحنا يعني عاوزين نفتح في ابو ظبي. فاحنا الهدف ان احنا يكون عندنا مركز هنا ومركز في ابو ظبي يخدم على العملاء بتوعنا، لان احنا عندنا عملاء كتير بيجوا لنا من ابو ظبي. بس والخطه بقى اللي هي المستقبليه الابعد شويه، ان احنا يعني بدانا حتى كمان في الموضوع ده، ان احنا يكون لينا كمان فرع تاني في اوروبا، في دوله من الدول هناك، واوريدي ابتدينا نشوف الاجراءات بحيث ان احنا نمشي في كل الطرق في نفس الوقت. طبعا يعني ميزه ان احنا هنا في الامارات ان مفيش بيروقراطيه في حته فتح البيزنس، او مفيش صعوبات كتير، الموضوع فيري ستريت فورورد. الواحد اي بي سي خلاص، انت مطلوب منك حاجات معينه متوفره، الحاجه اللي انت بتدور عليها موجوده. فهي دي يعني ميزه اعتقد مش هنلاقيها حتى في الدول في اوروبا، دي هتبقى يعني ميزه البلد هنا في سهوله فتح، وان الواحد يباشر عمله هنا في الامارات. ان شاء الله لكم توفيق. ان شاء الله. سيد شينوتي، شو الشيء اللي بيميزكم عن باقي مثلا المنافسين لكم في السوق؟ احنا فعلا لما جينا احنا واحنا بنلف عشان ندور على مكان،
نفتح الجراج. فكنا طبعا بنخش الجراجات ونتكلم مع الناس، وانا كنت بخش اسال الفنيين اللي جوه والمهندسين على انتوا بتشتغلوا ازاي والعده وايه الكلام ده. فقعد يقول لي احنا الموضوع سهل، احنا مثلا تيجي عربيه فيها مشكله مثلا في جير بوكس فبنغيره، طب ما احنا في امكاننا ممكن نصلحه. يقول لك لا هنا مش لازم تصلح، هنا العربيه بتخش احنا عايزين نغير القطعه على طول. هو في ناس بتصلح بس مش هو ده الكونسبت العام يعني في البلد، كله بيغير. فاحنا قلنا احنا لما نبقى الحاجه اللي تيجي احنا نصلحها، حتى لو هتاخد شويه وقت مننا وشويه مجهود اكتر بس هتبقى تكلفتها اقل. فهو العميل هيبص للتكلفه ان التكلفه بتاعتها كويسه وفي نفس الوقت اتصلحت، فخلاص هيجي هيبقى. فاحنا عملنا عدد عربيات كبير، يعني احنا عملنا فوق 800 عربيه في حوالي سنه. ال 800 عربيه دول تقريبا منهم انا ما اعتقدش يعني 15% منهم صيانه، اللي هي المينير ماينر الماينر سيرفيس بتاعه اللي دخل هنا ماينر سيرفيس تقريبا 10% او 15%، والباقي كله ميجر مشاكل كبيره. فان العدد ده مع مشاكل كبيره في اول سنه، وطبعا في طبيعي ان الجراج بيفتح في الاول حوالي احنا قعدنا شهرين برضو وثلاث عقبال ما الدنيا الحركه بتاعتي تشتغل ويبقى في زبون يسال على المكان. انا ساعات كنت بنام لحد ما يجي الشغل، وكنت جيت فتره كنت فاقد الامل بقى يعني كان خلاص، بس بعد كده لقيت خلاص يعني. وفعلا عملنا وورد اوف ماوس عالي جدا في فتره قليله والحمد لله اشتغلنا. وفعلا اللي بيخرج من هنا اكيد في ناس زالت يعني، اكيد مش كل الناس فرحانه، لكن في اللي فرحانين بنسب اكبر كتير من اللي زالت. وده هو السبب ان احنا اشتغلنا كميه عربيات كبيره واشتغلنا مشاكل كتيره وبس. طيب بالنسبه للمهندس طارق، اكيد انه السبب الرئيسي انكم بتفتحوا بزنس في الامارات هي السبب الرئيسي بيكون نعمه الامن والامان. خبرني عن اكثر عن نعمه الامن والامان. تمام. هو يعني انا في الامارات بقالي حوالي 5 سنين، فيعني لما انا اكون هنا فاتح بزنس يعني موضوع الامن والامان في الامارات يعني هو اكبر من الكيان بتاعي، فاهم يعني. الامارات ما شاء الله، ودي يعني حاجة فعلا اي حد عايش هنا يشهد لها، ان هي البلد امان جدا ومن اعلى الدول في العالم في نسبة الامن والامان، يمكن رقم واحد. فيعني من ناحية الامن والامان فهي يعني الواحد ما بيقلقش، انا بسيب عربيتي مفتوحة عادي يعني، عمري ما قلقت ان حاجة تضيع مني هنا في البلد. يمكن توفيق مهندس طارق. اما بالنسبه لنعمه الامن والامان هذا بيرجع مقياده رشيدا في دوله الامارات انه يحشو كل الامارات ترى. اكيد. طيب سيد شينوكي، اذا عندكم مواقع تواصل اجتماعي؟ احنا مواقع التواصل الاجتماعي انا يعني انا طارق هو اللي ماسك الموضوع. اوكي. وهو اللي بيقعد يتابع مع الناس ويقعد يرسلهم ويشيرنج بقى، ويعني موضوع التواصل الاجتماعي. وانا متهيالي شغلنا فعلا تقريبا 35% من الناس اللي جات لنا الجراج من التواصل الاجتماعي، يعني 35 او ممكن تكون كمان 40-45% من التواصل الاجتماعي. اللي بيشوف بقى عيب بيتصلح فهو عنده نفس العيب، اللي بيشوف اوفر في التكلفه اقل فما هو اللي بيشوف اوفر فيجي بيلاقي العيب اتصلح وفي اوفر، فطبعا بتبقى ميزه يعني، بتبقى هي ما لهاش حسبه معينه بس هي فعلا مهمه. خبرنا على مواقع التواصل تبعك.
احنا عندنا فيسبوك، الفيسبوك اسم الجراج Works WURX جراج دبي، وفي نفس الوقت على جوجل لو كتبت نفس الاسم هيجيب الدايركشن والويب سايت بتاعنا، وفي ارقام التواصل موجوده على الفيسبوك، وعلى انستغرام Works WURX.DXB اللي هي الاختصار دبي. دول اكتر بلاتفورمز احنا بنستخدمها للتواصل مع وسناب شات نفس الاسم works.dxb، دي البلاتفورمز اللي احنا بنستخدمها عشان نتواصل مع العملاء بتاعتنا ونحط الاوفرز بتاعتنا عليها. طيب في ختام مهندس شنو تيك تقدم رساله شكر لانسان عز عليك او انسان كان داعم لك فتره حياتك؟ والدي هو الطاقه والمعلومات والخبره. هو اللي داعم في كل حاجه. ان شاء الله توصل لرساله الشكر استاذ شنوتي عبر برنامج مواد نجاح. في الختام انت بعد سيد طارق فيك تقدم رساله شكر لانسان عز عليك او انسان كان داعم؟ والله يعني على طول رقم واحد بيجوا الاهل، فالاب والام هم اكتر اتنين بيدعموا الواحد سواء ما نفسيا معنويا ماديا حتى، ف هم اللي الواحد بيرجع لهم اول حاجه لما يكون في فكره جديده زي ان انا عاوز افتح بيزنس او كده، بيدوا الدعم بالخبره بتاعتهم حتى العمليه اللي خدوها. وتاني حاجه بتبقى الاصحاب والاصدقاء اللي حواليك، دي برده بيكون ليهم فضل على الواحد، لان برده الواحد بيعتمد عليهم ان هم يعرفوا المكان لاصدقائهم ويحاولوا يساعدونا ان احنا نبتدي. وطبعا اخر حاجه البلد والامن والامان اللي احنا اتكلمنا عليه، والحكام ان هم بيدونا الفرصه ان احنا نكون مستثمرين هنا ونفتح بيزنس ويبقى عندنا طموح ونشتغل ونكبر زي اي حد. ان شاء الله يكون توفيق سيد طارق ويكون توفيق سيد شنوتي. شكرا لكم على حسن استضافه فريقنا، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق على مدى السنين. انتم نورتونا والله. انت بعد. متشكرين جدا. في الختام شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، واللقاء في حلقه جديده مع كفاءه جديده. دمتم في امان الله.